وقفة احتجاجية معلن عنها وصارت منذ دقائق من تنظيم جبهة الخلاص الوطني للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفي. من جهة أخرى جاي مجموعة من الشعب التونسي اللي نشوفوا فيهم ورانا وطالبوا بالمحاسبة. شنو رأيك أنت كسياسي تونسي؟ أول شيء اللي قررته جبهة الخلاص بتنظيم الوقفة هذه نهار الأربعاء في نفس التوقيت نتاع الوقفة التاريخية اللي عندها اليوم 11 عام ووصلت أكثر من 500 وقفة معناها الوقفة نتاع المحاسبة باغتيال الشهيدين شكر بالعيد ومحمد إبراهيمي، فيه نوع من الاستفزاز بصراحة وفيه نوع من سوء التقدير، ويعرفوا أنه الشيء هذا باش يحصل. كان مفروض عليهم حق من حقوقهم أنهم ينظموا الوقفات اللي يحبوها في التواريخ وفي الأوقات اللي يحبوها، ولكن أعتقد أنه اختيار نفس التوقيت ونفس اليوم هو في نهاية الأمر أدى إلى هذا معناها اللي حصل اليوم. وهذاك علاش معناها المفروض أنهم هم يختاروا أي يوم آخر بعيدا معناها على اليوم هذايا، لأن الوقفة هذية هي ضد الناس هذية. الوقفة المنظمة أساسا نتاع شكري بالعيد ومحمد إبراهيم كل يوم أربعاء على الساعة منتصف النهار هي موجهة ضد المتهمين بالعملية الاغتيال، وبالتالي أنك تجي في نفس المكان وفي نفس الزمان بطبيعة الحال باش يقع معناها احتكاك، هذه مسألة مفروغ منها. لذلك أنا ننصحهم أنهم يعني يتجنبوا معناها كل مبررات معناها الاحتكاك هذا، ويختاروا معناها أي يوم آخر معناها من حقهم باش يتظاهروا باش يعبروا معناها على موقفهم ولا واحد. ومن حق كيف كيف اللي طالبوا بكشف حقيقة اغتيال شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي باش يمنعوا معناها كل محاولة لاستفزازهم، لأن هذا فيه شكل من أشكال الاستفزاز. أعلنوا منذ قليل جبهة الخلاص الوطني أنهم باش يغيروا توقيت هذه الوقفة الدورية وأصبحت ابتداء من الأسبوع المقبل يوم الجمعة على الساعة 4 عصرا. هم أحرار في التاريخ اللي اختاروه في اليوم اللي اختاروه، وكان هذا هو من المفروض منها من البداية تجنبا منها للقضايا والإشكاليات هذه. اليوم يعني عندهم أيام الأسبوع يعني كاملة بإمكانهم منها أن يختاروا أي يوم تجنبا معناها لكل الإشكاليات اللي تحصل اليوم اللي هي متوقعة راي، ويعرفوا هم لما اختاروا التاريخ هذا يعرفوا أنه الاحتكاك هذا باش يحصل، وهذا يعتبروه المنظمين الوقفة الأصلية والرئيسية أنه نوع من أنواع منها الاستفزاز.